قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. وضعت البعوضة تحت مجهر إلكتروني بكبر 400,000 مرة، فإذا في رأسها 100 عين، وزن البعوضة 1 على 1000 من الغرام، في رأسها 100 عين، في فمها 48 سناً، في صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، وتملك البعوضة جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، هي ترى الأشياء لا بألوانها ولا بأشكالها ولا بأحجامها، ولكن ترى الأشياء بحرارتها فقط. الغرفة بالشتاء الحرارة 5، الطفل 37، لا ترى إلا الطفل، مع جهاز تحليل دم، ما كل دم بناسبها، تأخذ عينة بعدين بتمص. قد ينام أخواني على سرير واحد، الواحد دمه لم يعجبها لا تلسعه، أما الثاني ملأته لسعا، مع جهاز تحليل ومع جهاز تميع دم، لأن دم الإنسان سمج لا يسري في خرطومها، تميع الدم، ومع جهاز تخدير حتى ما يقتلى، بتخدره لما تنتهي من مص الدم، بعد ثواني بينتهي مفعول التخدير، بحس بلسعة البعوضة، يضربها بكل قوته، هي في سماء الغرفة تضحك عليه. أما خرطومها فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم، وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم إذا وقفت على سطح أملس. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها.